مساء الخير عليكم. انا ليلى جغروري، بريزيدون دو لاسوسياسيون فون دالجيري. اليوم لو 11 نوفمبر 2023، ا partir de 8 heures درنا notre levée de fonds annuelle. La levée de fonds qu'on fait depuis des années. وهاد لا levée de fonds اللي جمع الاموال لي صالح اطفال جمعيه الجزائر. مي هاد العام اكسبسيونيلمون هاد الاموال راح تروح اون بارتي لاطفال غزه. هذا هو التعاطف تاعنا مع اطفال غزه وتوجور اطفال الجزائر. حبيت برك نوضح ان هاد الحفل اقيم بعد تحضيرات كبيره من مده 3 شهور ولا 4. اون با بو انولي ليفينمون. اون انجاجي دي فري. اون انجاجي دي بوكو دو فري. دونك اون با بو لانولي. مي اون اجوان لوتيل على الاغريابل. هاد الاموال هاد التبرعات راح يكونوا اون بارتي لصالح اطفال غزه واطفال الجزائر. ما ننساش نقول نشكروا كامل الناس اللي حضروا هنا هاد العشيه، وكامل الناس اللي ساهموا، وكامل الناس اللي شراوا لي برودوي تاعنا. هذا كامل هو اللي سمح لنا باش نجمعوا هاد الاموال. دونك بلا هاد الناس حنا ما نقدروش نديروا والو. مي نو افون دي سيمباتيزون من عده منذ عده سنوات، وراهم كل يوم يشجعوا فينا، ومادا بينا يكون التشجيع اكثر واكثر. وشكرا.